اختتمت فعاليات معرض الجواهر العربية 2022 في نسخته 30 بمركز البحرين العالمي للمعارض الجديد في منطقة الصخير. هذا المعرض احتضن علامات تجارية محلية وعالمية رائدة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة تنتمي لأكثر من 30 دولة، من بينها أكثر من 40 علامة تجارية جديدة في عالم المجوهرات. على مدار 5 أيام تنافست أكثر من 650 علامة تجارية في عرض تصاميم متميزة ومبهرة لفتت أنظار الزوار بروعتها وجمالها. فمعرض الجواهر العربية في نسخته 30 اختتم أعماله بنجاح مبهر وإقبال منقطع النظير، ليؤكد على ريادة مملكة البحرين في تنظيم هذا المعرض السنوي. طبعا أنا مدير من زوار مجوهرات العربية. طبعا هالسنة لاحظت تميز وايد الشباب البحريني، وجودهم كشباب ومحلات وديزاينات بحرينية، وهذا الشيء يعني استانست منه أنا، وأتمنى إن شاء الله كل سنة نشوف وجوه جديدة. وهذا بدوره يعني أنا ليش مستانس إن أشوفهم قاعد ينافسون الماركات العالمية هالسنة، فإن شاء الله هالشيء يستمر وإحنا فخورين بوجود هالشباب يعني في المعرض. حبينا نيجي ونشارك بمعرض البحرين، كتير مبسوطين وممنونين مشاركتنا لأنه فتحتنا كتير، تعرفنا على زبائن من الخليج وكتير عم نعمل اسم كبير حلو هون، وأول مرة بالشرق الأوسط بدنا ننطلق من هون، وإن شاء الله دائما رح نضل عم نشارك. البراند كتير حلوة يونيك ومختلفة كتير، والحمد لله هون العالم كلهم عم بيلاحظوا هيدا الشيء، فنحن بنتمنى دائما نكون مشاركين بهيدا المعرض اللي أعطانا هيك أول زبائن لنا بالشرق الأوسط، وما رح نكون مستمرين معكم دائما. معرض المميزة أنه هو كان بشكل أوسع من اللي ينعرض وينطرح كل سنة في السنوات السابقة. وثاني شيء أنه أعطانا فرصة وفتح لنا أفاق كبيرة بأن احنا نتعرف على أنواع العطورات في البحرين ومن خارج البحرين، وهم المجوهرات أعطانا فرصة أن احنا نتوسع نشوف أنواع الذهب الموجود هنا. عراقة وتميز هي العنوان الأبرز لقصة نجاح مملكة البحرين في استضافة معرض الجواهر العربية منذ انطلاقه، وها نحن اليوم وفي الموسم 30 وما زالت سمعته العطرة تفوح من خلال إشادات كبيرة من المشاركين والجمهور الذين أكدوا على أن هذا المعرض يعد الوجهة الرئيسية والخيار الأمثل لمحبي التألق. المعرض هنا ما شاء الله يعني تحفة فنية، أول شيء من المبنى كتحفة فنية معمارية صراحة مرة رائع، والشيء الثاني البوتات اللي فيه اللي هو من الأكسسوارات قمة في الأناقة وأشياء نادرة. بحرين سباقة في تنظيم المؤتمرات وتنظيم المعارض، وهذا يدل أن البحرين لها خبرة طويلة في تنظيم بالذات هذه المعرض، معرض المجوهرات الذي يقام سنويا على أرض البحرين. ولفت انتباهي يعني بالنسبة للمقتنيات الرجالية تحديدا كالمسابيح والخواتم، تفصيلات نادرة يعني ننبهر فيها سنويا تتواجد بهذا المعرض. سنة المعرض اللي لاحظت فيه الميزة اللي فيه العروض المجوهرات اللي فيه وعروض المسابيح والعروض العطور شيء مميز عن السابق، يعني شيء الصراحة وايد يعني أعجبنا إحنا كزباين وككستمر نشوف هاي الأشياء في بلدنا. مشاركات عالمية وعلامات تجارية شهيرة حرصت على أن تكون مشاركة في معرض الجواهر العربية في مملكة البحرين، إيمانا منها بمدى أهمية هذه المشاركة والتي ستعود عليها بمردود كبير نظرا لما تتمتع به من سمعة عالية لكونه أكبر وأضخم المعارض على الإطلاق. على مدار 5 أيام سطر معرض الجواهر العربية في نسخته 30 نجاحا مبهرا باستقطاب أكبر وأشهر العلامات التجارية من مختلف دول العالم ليطرحوا في البحرين أجود وأفضل وأنقى أنواع المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى المسوقات الذهبية لترضي مختلف الأذواق من محبي الفخامة والأناقة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.